كده احنا هنعمل اكله سريعه نشوفها بتتعمل ازاي. اكله كلها قيمه غذائيه. حطينا سمنه على النار ساحت، هنحط عليها البصل، بصل متقطع، ياخد لون كده بس، نقلبه بس كده. ونحط عليه فلفل الألوان. حبة طماطم متقطعين وحلوين كده. حبة بقدونس متقطعين. بعديه من البهارات بتاعتنا، ملح فلفل اسمر، حبة كزبرة، نحط عليهم حبة برغل مغسولين ومنقوعين. نقلبهم معاهم كده. هنزود له شوية مية قد كوباية كبيرة كده، ودول كوبايتين برغل على فكرة. هنوطي عليه، نسيبه يتشرب المية دي شوية صغيرة بس، 5 دقايق. احنا كده عدينا 5 دقايق، نفتح عليها تشرب بس شوية كده، بعدين هنجيب 5 بيضات كده نفتح بيضة بيضة. نفتح لها مكان كده ونحطها البيضة، بعدين نقفل عليها.
البيضة التانية. على المكان كده طبعا نقفل عليه. نجيب الكبسه طبعا كمية البيت زي ما انت عايزة، تلاتة اربعة خمسة حسب عدد افراد اسرتك. نقفل عليهم كده ونسويها. كده هنوطش عليها، نغطيها كويس ونحط تحتها الصاجة، نعملها معاملة الرز. أول ما البرغل استوى يبقى خلاص استوت. ده بعد ما خلص اكلتنا، بعد ما خلصت شكلها كده، طعمها ريحتها جميله جدا، طعمها اجمل وسهله جدا تعمليها في نص ساعه تكوني مخلصاها، ومفيده جدا كلها قيمه غذائيه. اتمنى تجربوا التجربه دي وان شاء الله تعجبكم.